جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل القعقاع بن عمرو صحابي أم من التابعين؟ صحابي جليل ومجاهد وبطل من أبطال الإسلام وقائد في الفتوحات، على التفات إلى ما يقوله الشيعة في نفيه وأنه غير صحيح، هذا لأنهم نفوا كثيرا من الشخصيات الإسلامية، القعقاع وغيره نفوا عددا كثيرا من الشخصيات الإسلامية وزعموا أنها موهومة كما يقولون، فلا التفات إلى قولهم ولا اعتبار بكذبهم وافترائهم. نعم.